أهلا بحضراتكم مرة تانية، وزي ما عودناكم في البيت الكبير هنفتح ملفات مهمة جدا، هنفتح قضايا مهمة جدا، وهنتكلم كمان بجانب كده طبعا النادي الأهلي وعودته امبارح وعودة الدوري والفوز الكبير اللي حققه النادي الأهلي على انبي 2-0. علشان نتكلم على ده كله معانا اتنين من النقاد الرياضيين الكبار جدا على المستوى المهني وعلى مستوى النقد البناء. معانا النهارده برحب بضيوفي الكرام، الاستاذ محمود صبري اهلا بيك معانا، وطبعا الاستاذ محمد القوسي اهلا بيكم معانا، اهلا بيك كابتن، منورنا في البيت الكبير. ربنا يخليك كابتن، دايما منور ومتشرف بالتواجد مع الاستاذ محمود صبري النقد الكبير. يعني عاد كابتن كمان، لا انا كمان بستفيد جدا والله من يعني من لقاءاتكم. ان شاء الله النهارده هنتكلم على ثلاث أجزاء مهمين جدا، نتكلم طبعا على عودة النادي الأهلي بصفة خاصة ومكاسب اللي حققها النادي الأهلي امبارح بعد فوزه على إنبي، وهنتكلم على ملف مهم جدا مشاكل الكرة المصرية، ومش بس المشاكل، يعني اتكلمنا عن المشاكل هنتكلم كتير، لكن كمان إيه الحلول وإيه الاقتراحات علشان نوصل بشكل كبير على الدوري المصري من خلال البطولة المحلية، وعلى كمان مستوى المنتخبات نحن نوصل لجزء من العالمية إن شاء الله. قبل ما نتكلم إن شاء الله نتكلم باستفاضة عن الموضوعات بتاعتنا مع ضيوفنا الكرام. أهلا بحضراتكم مرة تانية، الحمد لله مكسب كويس، مكاسب كتيرة على المستوى الفني وعلى المستوى البدني. أستاذ محمد، إيه رأيك في مكسب النادي الأهلي امبارح؟ إيه المكاسب غير طبعا الاتنين صفر، إيه المكاسب اللي النادي الأهلي جناها بعد مباراة إنبي امبارح؟ يعني طبعا نتيجة جميلة، نتيجة مميزة، بنبارك نادي الأهلي وجمهوره. من أول مكاسب أنك أنت بتعود للانتصارات بقوة وبتضيف ثلاث نقاط لرصيدك عشان تحافظ على الفرق الكبير بينك وبين أقرب منافسيك، وبالتالي تقترب من حسم درع الدوري. الحاجة الثانية أنك بترجع بعد غياب 4 شهور بتأدي بقوة، بتأدي بأريحية، بتأدي بنفس فكرك بنفس أدائك، عندك إصرارك وعندك لياقتك البدنية إلى حد ما. طبعا التوقف ده ياثر على اي حد في العالم. طبعا في العالم، يعني ما فيش كلام، يعني حتى في الفرق العالميه شايفين التاثر واضح عليهم يعني. لكن الاهلي قدر يحافظ على شكله، على شخصيته، قدر يحافظ على اصراره وحماسه، وقدر يسجل في الدقيقه 64 ويواصل قوته ويسجل في اخر ثانيه اللي هو متعود عليها. ده يعني النموذج اللي بيقدمه النادي الاهلي دايما. يعني الحاجة التانية، في فرص للعيبة ظهرت بشكل كويس، الأطراف بتاعت الأهلي بدأت تظهر بشكل كويس، شفنا أيمن أشرف بيتحرك إزاي وبيصنع، شفنا محمد هاني من المكاتب الكويسة اللي الحلول، عندك حلول مختلفة هجومية بطرق مختلفة، يعني في حالة غلق الطرق قدام المهاجمين زي ما الكابتن حلمي كان عامل تقفيل للمفاتيح بتاعت لعب الأهلي طوال المباراة، فتيجي الحلول بتاعتك من الخلف، فإذا أنت فريق عندك حلول جديدة جدا فبتأكد على الحلول اللي موجودة عندك، مهما قفلت عليها الطريق فأنا عندي حلول تانية أقدر أحقق بيها المكسب. الحاجة الثالثة، حمدي فتحي لما رجع طبعا بعد غياب طويل جدا وبعد الإصابة، وده مهم جدا. الحاجة بعد كده انك بتكسب في غياب رمضان صبحي، الشحات، كهرباء، عدد كبير جدا، فده الفريق المتكامل اللي عنده مهما غاب منه عدد كبير جدا من اللاعبين. لهم تأثير بالتأكيد، لكن في انك انت عندك المخزون بتاعك اللي تقدر تخلص بيه وتحسم بيه اي مباراة. يعني استاذ محمود، عندك اهم من كلام الاستاذ محمد، عندك اكتر من 10 لعيبة غايبين عن قوام الفريق الاساسي. من وجهه نظري المكسب المهم اللي هي انك ازاي تاخد النفس في الملعب، وانت حضرتك يعني كابتن يعني صحيح. النجم بتاعنا كبير، عوده اللعب بعد فتره 4-5 شهور مشكله كبيره جدا لاي مدرب. يعني الناس معتقده، الجمهور طبعا فاكر النادي الاهلي هينزل يكسر الدنيا ويلعب الكره، لا، ماتش مساله ما يعني محتاجه وقت. وافضل حاجه انه مستواك لما يبدا تدريجيا تبص على الفرقه وشايفها واقفه في نص الملعب، شوف ديانج في كام لقطه كده عمله من امبارح، تحس انه ايه فايق يعني. بص لقطاته فتحه برجله وكورته، ويعني عمرو السليم امبارح، شوف يعني دول من الحاجات دي، ان الاثنين لعيبه دول هم دول يطمنوك على الاهلي، يعني يطمنوك على نص الملعب، لانه المشكله السيئه يمكن الاهلي الفتره اللي فاتت كانت في نص الملعب. استعاده دول بالمستوى المطلوب هيديك تدريجيا مع المباريات لغايه ما توصل ان شاء الله مباراه الوداد، المباراه المهمه في دوري ابطال افريقيا، هيكون ان شاء الله عندك كمان. يعني انا بقول الحمد لله ان حمدي فتحي رجع، يعني حمدي فتحي حمدي من القوه الاساسيه، يعني قوه اساسيه ورجع سواء للنادي الاهلي او المنتخب، يعني يمكن حتى في اخر ماتشات مع المنتخب متالق واهداف وعامل شغل، لكن هي الاصابه دي قدريه وحاجات كده، ايه يعني اي حد انسان بيتعرض ليها، اي لاعب بيتعرض بياخد منها التجربه. حمدي فتحي من العناصر الاساسيه هيدي لك
يديك دفعه قويه جدا في نص الملعب، لاعب يمتلك قدرات مميزه جدا، من عناصر اساسيه اعتقد هيعتمد عليها ريني فايلر في المستقبل. ايضا انت عندك امبارح يعني كابتن حلمي معروف قدام الفرق الكبيره بيلعب بطريقه كان قافل بصوره كبيره جدا، لكن قدر النادي الاهلي يحل المشكله بالكوره العكسيه عن طريق يمكن الهدف اللي جه كان مباغت للكل. ايمن اشرف عمل كوره حلوه قوي يعني، دي يمكن دي اللي فتحت المباراه، وبدل انك انت كونك تكمل للدقيقه 95 وتجيب هدف، فده على انك انت يعني واقف على رجليك، ده النادي الاهلي يعني واقف على رجليك وبتدي اشاره انك انت برضو يعني مستمر بنفس عناصرك بنفس قوتك. البدايه كويسه جدا، البدايه مطمئنه زي ما انا قلنا قبل كده انه بدايه الدوري وعودته مهم جدا لصالح الانديه المشاركه في دوري ابطال افريقيا او الكونفدراليه، وايضا للمنتخب اللي خلاص النهارده يمكن شفنا النهارده هيبدا بقى خلاص تصفيات كاس العالم، يبقى لما عندك الدوري راجع يبقى عندك فرصه مساحه انك تختار. وانا اعتقد ان اختيارات كابتن حسام بدري والروح اللي عند اللعيبه بعد فتره الغياب ده 4 شهور هتكون دافع كبير جدا في تغير شكل المنتخب ان شاء الله في انا كمان واناقش حضراتكم في النقطه دي، انت كمان على المستوى التكتيكي وعلى المستوى الفني فايلر كمان افادته جدا مباراه انبي في حاجتين. الحاجه الاولانيه ان لو ما كانش في دوري احنا شفنا امبارح يمكن بدا بطريقه 4-4-2 طريقه جديده شويه، ما كناش بنلعب باطراف لغايه الدقيقه تقريبا 31. بعد الدقيقه 31 بدا الملعب يتعدل شويه في بعض التغييرات التكتيكيه اللي حصلت جوه الملعب، بدا النادي الاهلي يستحوذ بشكل افضل وبدا يظهر شكل فني افضل. فانا من رايي الشخصي كمان ان من مكاسب مباراه انبي امبارح ان خلاص الجزئيه دي بدات تتعدل عندك جزء تكتيكي. لو ما كنتش قابلت المشكله ديت في مباراه رسميه كان ممكن تقابلها في مباراه مثلا في افريقيا، فالكلام دوت برضو الجهاز الفني بيظبط الموضوع. كان نفسه يجرب حاجه، لا الموضوع ما نفعش، فخلاص رجعنا للشكل اللي اللعيبه متعوده عليه. الجزء كمان اللي حضراتكم كلمتوا عليه ان النادي الاهلي كل مكسب ليه خلاص انت ان شاء الله بنسبه كبيره جدا جدا احنا ابطال الدوري، لكن كل مباراه بتكسبها وخاصه البدايه انك بتبدا بثلاثه بونت بتبعد اكتر عن اقرب منافسيك، وبالتالي كمان ثقه اللاعبين هتبقى موجوده في نفسهم بشكل كبير جدا. وبدايه مع فريق يعني فريق شرس برضو طبعاً. عنده مجموعه من الشباب لعيبه متميزين ومدرب فاهم وواعي بيعرف يقود المباريات الكبيره، فكونك تبدا البدايه دي وتكسب انبي اعتقد انها خطوه مهمه جدا معنويا، وبتديك دفعه كمان مباراه انت حفاظك على اللقب للمره الخامسه على التوالي بيبقى هدفك الاساسي وانت الاقرب طالما انك انت ماشي بخطى ثابته نحو التحقيق. انت محتاج 5-6 انتصارات قدام كده البطوله خلاص قربت منك، لكن صحيح. كل الاهداف دي كلها وكل اللي بتعمل ده حتى يوم 25 سبتمبر هو ده الهدف، هو ده العنوان الرئيسي اللي هو كل جماهير النادي الاهلي بتمني نفسها وفاينل نفسه بيحلم انه يعني يصل للمباراه النهائيه باذن الله تعالى من خلال مباراتين الذهاب والعوده ان شاء الله 25 و3 اكتوبر. دي اللقطه المهمه السنه دي، اتمنى ان شاء الله يعني طبعا. يكون لعيبه الاهلي حاضرين مقدرين حجم مسؤوليه الجمهور اللي مساند واللي داعم ومجلس اداره اللي بيقدم كل الدعم وجهاز فني على مستوى عالي، فاعتقد ان شاء الله باذن الله تعالى يكون في اداء في تحسن كمان عودة اللاعبين تدريجيا، محمد فتحي يدخل، رمضان صبحي مشكلته تنتهي صحيح. يعني ياسر إبراهيم يخف، يعني بص كل ما المسألة تمشي ويتحسن وينضم يبدأ يتحسن جودة ايه؟ جودة المقدم من اللعيبة، جودة المعروض، وأكيد فايلر هيبقى حريص في الفترة اللي جاية على علاج كل السلبيات. ده كمان هيظهر لو قعدنا نلعب مباريات ودية مع بعض وحبية، لكن يبقى في بطولة البطولة الرسمية البطولة الأولى في مصر ده شيء بيفيد كل الفرق وكل الأندية المشاركة. وشفنا يعني بداية الدوري أنا في اعتقادي بداية مبشرة لا بأس بها، على المستوى البدني طبعا لسه في وقت شوية عشان نوصل لأعلى مستوى، ده طبيعي حتى في كل الدوريات الأوروبية، لكن معدل التهديف كمان مقبول. يعني الزمالك لسه المباراة منتهية 1-1، يمكن جه نادي الاتحاد أحرز هدف في الدقيقة 90 واحمد راشد، وكمان بيراميدز اعتقد كان كمان 3-0 النهارده، فمعدل تهديفي عالي. انت بتتكلم برضو ان النادي الاهلي بيكسب 2، بيراميدز بيحرز 3 اهداف، النهارده في مباراه الزمالك والاتحاد فيها هدفين، فكمان على المستوى التهديفي لا باس به مقارنه طبعا بان احنا بقالنا كتير جدا جدا بعيد عن الكوره، وبالتالي طبعاً. زي ما احنا قلنا وحضراتكم يعني اتكلمنا في الموضوع ده ان عوده الدوري كان مهم جدا جدا للكره المصريه بشكل عام وكمان لمنتخبنا. تمام. الكرة المصرية بقى. تعالوا نخش على الكرة المصرية، وعايز أقول لحضراتكم إن أنا يمكن الحمد لله قضيت 15 سنة في أوروبا،
الموضوع مختلف الى حد كبير جدا من عملية التنظيم، عملية ان ازاي الناس دي بتشتغل لمدة 10 او 15 سنة عشان تبني حاجة. فاتكلم مع حضراتكم وابدأ معاك يا استاذ محمد، انت شايف مشاكل الكرة المصرية فين بالظبط؟ لا دايما ما كانش مشاكل الكرة المصرية متركزة جدا في التخطيط، او يكون عندك مجلس ادارة اتحاد كرة بيفكر للمستقبل زي ما حضرتك بتقول، بيفكر لمدة 15 سنة لقدام، فبيحط خطط قصيرة المدى وحط خطط طويلة المدى يشتغل عليها بشكل طويل جدا. طول ما التخطيط موجود وعندك لجان فنية شغالة بشكل كويس، اعتقد انك انت هتقدر تعمل كرة كويسة. مش ممكن يكون عندك كرة مميزة في القمة الا لو كانت عندك قاعدة محترمة جدا وقاعدة مميزة. فالاهتمام بقطاعات الناشئين في الانديه بشكل عام وفي مصر بشكل خاص، وتعمل مسح كامل لكل الناشئين على مستوى جمهوريه مصر العربيه، بحيث انك انت تقدر توصل للمواهب، اعتقد انك انت لو عملت ده مؤكد ان المستقبل بتاعك هيكون وردي، مستقبل جميل، مستقبل مبشر يعني. طب خلينا برضو ناخد عنوان كده، علشان حضرتك كلمت في عنوانين. العنوان الاول حضرتك بتتكلم على موضوع التخطيط على مستوى الاتحادات، على مستوى اتحاد الكوره. تمام. ان احنا لسه لغايه دلوقتي ما عندناش لونج بلان للتخطيط لفترات طويله. وعلى سبيل المثال انا اقول لحضرتك حاجه بتاكد كلام حضرتك، ان المنتخب الالماني نفتكر انه كان في كاس العالم 2006. تمام. ده خرج في الثالث. فكان انا كنت بحضر هناك محاضره، لان كنت يعني باخد اللايسنس هناك من المانيا، وكان ماتيا زامر دوت كان المدير الفني للاتحاد الالماني. حضرت له محاضره، اول حاجه قالها طبعا احنا مش راضيين عن ان احنا نبقى البطوله على ارضنا ونطلع ثالث، وبدا يشرح خطه من حضرتك بتتكلم من 2006 ل 2026، بدا بيشرح خطه لمده 20 سنه جايه، والخطه دي كان محطوط فيها النقطه برضو حضرتك اتكلمت فيها اللي هو منتخبات الناشئين وازاي هيشتغلوا بيها، وان ازاي الخطة دي هتمتد لعشرين سنة بكل تفاصيلها محطوطة. وانا كمان استلمت على سدهاية، فحاطين بلان اوريدي لمدة 20 سنة. وطبعا منتخب المانيا خد كاس العالم 2014، والناشئين بتوعهم برضه اكتسحوا اوروبا، منتخب الشباب حصل على بطولة اوروبا، المنتخب اللي خد كاس العالم للقارات ده منتخب البي تيم بتاع المانيا. فنقطه مهمه جدا حضرتك بتتكلم عن عمليه التخطيط فلابد ان يكون عندك اتحاد التخطيط، ودي السياسه دي ما تكونش مرتبطه بمده مجلس اداره، يعني انا بأشخاص. بالاشخاص بالظبط يعني. فبحط خطه مثلا لمده 10 سنين او 15 سنه بحيث ان انا يكون ليا وجود ثابت. اللي بيحصل عندنا ان احنا مش مهتمين على الاطلاق بالقاعده اللي تحت، ما فيش شغل خالص تحت خالص، يعني ما فيش تخطيط للكره من تحت، وبالتالي كل اللي بيحصل عندنا فوق دي ظواهر طارئه تظهر وتختفي، وممكن يحصل عندك جيل يكسر الدنيا وبعد كده نختفي تماما. طب استاذ محمود، مع عدم كلامك اخد من كلامك نقطه واستاذ محمود يشرحها لي. تمام. ده مسؤوليه الاتحاد ولا الانديه بالنسبه للقطاعات الناشئين؟ ده مسؤوليه للاتحاد ولا الانديه؟ لا يا فندم، مسؤوليه الاتحاد هو اللي بيدير. استاذ محمد زي ما انت قلت، وشوف انت شوف الاتحاد قلت ايه، خسروا في 2006 فكروا ال 20 سنه. طب انا عاوزك بقى تجيب لي حد فكر لمده 5 سنين. لا هات لي اتحاد الكوره، لا اربع سنين، لا فكر اربع سنين. انت هنا ما بتديرش بالنظام المؤسسي، يعني ايه ترس داير، واي حد بيدخل داخل الترس ده بيكمل المسؤوليه، مش جاي يمحو ويشطب اللي عمله كابتن هاني في فتره وخططه لمستقبل. انا جاي ما بحبش كابتن هاني، ايه ارمي يا عم الورقه ده، هات لنا ورقه جديده يا جماعه. خلاص احنا عملنا تجارب، مره الشروه الروماني ومره الشروه اللي مش عارف مدربين، ومره جبنا هولنديين ومره جبنا. بص عاوز اقول لك على حاجه، اذا ما كانش في اخلاص للبلد دي والهدف الاسمى والطموح، ان انا دلوقتي عندي كاس عالم 2022 خلاص دخلت انت خلاص في التصفيات وانتهى، المفروض يبقى من الان تفكير ازاي يبقى عندي افكر على جيل، من ادور على موهوبين يكونوا 2026 على الاقل، خلينا في القريبه يعني 6 سنين. لا قولي لا، انا بكلمك اهو، خلينا نبدا نتعلم الاول. نتكلم ل 10 سنين، انا بقول لك المشكله حضرتك. انا عاوز اسالك سؤال، هات لي مدير فني للاتحاد كتب تقرير جه مثلا انتهى الموسم الدوري وقال يا جماعه والله احنا لاحظنا، يعني كتب، ممكن يكون راجل كتب والتانيين ما خدوش بيه، كتب والله يا جماعه احنا للاسف خلال موسم الدوري اللي انتهى بتاع السنه اللي فاتت اكتشفنا انه ما عندناش راس حربه، بدليل انه الهداف فلان فلان مدافع مثلا. ده الكلام ده بقى له 10 سنين. ما انا بقول لك اهو، ما انا بقول لك اديني اهو، انا بكلم انا بكلمك اهو، او حتى لو انت جبت مدير فني. طيب يا جماعه احنا اكتشفنا ان احنا ما قدمناش غير 6 ناشئين وقدمتهم انديه،
امبي وفلان وفلان، لكن الانديه الكبيره ما قدمتش لانه بتصارع على اللقب. يا جماعه عندنا مشاكل مثلا في النواحي الفنيه، احنا في الكرات العاليه في مع شمال افريقيا بتيجي فينا اهداف، احنا يعني عايز اقول لحضرتك ايه تفصيلي تفصيلي ريبورت تفصيلي خلاص. وتيجي انت عملت مع المدربين الفنيين وقعدت تحلل وتناقش وتجيب الناس اللي انت مسؤول عنها، انت هنا بتطور شق اللعبه، انت بتبني شخصيتك، شخصيتك اللي واضحه بيقدمها من خلال مين؟ مدرب. بدليل انه لما جابوا حتى الكابتن محمود الجوهر رحمه الله عليه مدير فني ما عرفش يعمل الموضوع بسبب الظروف والنظام الاداري الموجود. النظام الاداري اللي موجود يا كابتن هاني وانت تعلم جيد وانت اشتغلت وشفت بعينيك في مشكله، في مشكله في 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 القاعده يعني عمليه التنظيم يعني ناخد عمليه التخطيط كعنوان كبير جدا. احنا عندنا عمليه التخطيط والتنظيم لمستقبل الكره المصريه عندنا مشكله مش فيها موجود. وقطاع الناشئين احنا بنتكلم في قطاع على مستوى على مستوى الانديه على مستوى وكمان على مستوى الاتحادات. انا بكلمك اهو الاتحادات انا عاوز اقول لك على حاجه، امتى اخر مره خدنا بطوله افريقيا للناشئين او للشباب؟ أعتقد اخر مره مع كابتن ربيع، مع كابتن ربيع ياسين كابتن ربيع وبعد قعد يعني شوف عمل ايه في الاخر كفؤه باللي عملوه معاه يعني حتى يعني ما دونش كمل. الجزئيه الواقعه الشهيره بتاعت الدكتور عمرو ابو المجد لما كان مش كان رئيس اللجنه الفنيه، كان رئيس اللجنه الفنيه لما كان ماسك رئيس اللجنه الفنيه ولما قدم رشح المدربين اللي هيقودوا المنتخبات ودخل الاتحاد كل واحد جاب ايه؟ هنتكلم عليها كل واحد جاب ايه؟ كل واحد جاب حبيبه ده دي مشكله ثانيه هنتكلم عليها. لكن عايز اقول لحضرتك عايز بالنسبه لقطاعات الناشئين في المانيا كان بتدار ازاي؟ طبعا على مستوى الانديه عندهم اكاديميات على اعلى مستوى ماشيين بنظام علمي وماشيين بشكل جيد جدا. طب الاتحاد بيعمل ايه؟ تخيل ان الاتحاد الالماني كان بيباشر 75,000 اكاديميه 75,000 اكاديميه. شوف الرقم اللي بتكلم فيه. دي غير قطاع الناشئين هقول لك ازاي. دي القطاعات مثلا انت عارف كل مقاطعه في المانيا، المانيا كبيره جدا مقاطعات كتيره جدا، فهم بيسموا الاكاديميه حتى المدرسه فيها فيها السيشن الرياضي فيها صاله العاب موجوده، فعاملين ربط بكل دوت وصل ل 75,000 يسموها 75,000 اكاديمي على مستوى كل اللعبات. كره القدم عندهم الاولاد الصغيرين من سن اللي بيلعب في المدرسه من سن 5 لسن 10 ل 15 حتى على مستوى المدارس بيبقى في لينك ما بينهم. والله انا شفت الولد في مدرسه كذا ده عنده 10 سنين شايف فيه حاجه وبيبدا يربط مع الاتحاد. هو الكلام ده فهو دوت اللي بتكلم ان المسؤولية قطاع الناشئين على الأندية دي مسؤولية كبيرة، وكمان على مستوى المنتخبات زي ما حضرتك قلت التخطيط كمان لمنتخبات الشباب ولمنتخبات الناشئين للمنتخبات الأولمبية عشان نطلع يبقى عندنا في وقت من الأوقات منتخب مصر بإذن الله ان احنا بنروح كاس العالم ده كل اربع سنين. دي مسؤوليه دي برضه دي مسؤوليه مشتركه. طب بص على يا استاذ محمد بص على اللي بيحصل في الاكاديميات دلوقتي وانت عارف لما تحدثت واحنا ابص على حاجه حجم الإدانة وقتل المواهب وعاوز أقول لك إيه إهانة الأسر إن كل هم بعض الأكاديميات مش عاوز أقوله بصفة عامة إنك أنت تاخد يعني تجمع تعمل مرتب شهري لنفسك وتفرض على الأسرة أو على اللاعب إنه يدفع رقم وفي الآخر المحصلة صفر. يعني إيه اللي بيستفيده الولد أو الناشئ اللي بيروح يتدرب ده على أي اسم؟ مفيش أنا بقول لك أنا لا استثني اكتر من 10% والباقي كله اصبح سبوبه وكمان الكارثه. وخلي بالك كمان هنا اتحاد الجمهور ده موضوع ملف الاكاديميه الخاصه ده ملف تاني خالص. انا بقول لحضرتك بس استاذن حضرتك معانا شخصيه محترمه جدا كان ليهم دور كبير في اتحاد الكوره كان رئيس الاتحاد السابق معانا الكابتن عصام عبد المنعم. مساء الخير يا فندم واهلا بحضرتك في البيت الكبير. اهلا بيك مساء الخير. ازاي حضرتك؟ الحمد لله كله بخير؟ كله تمام الحمد لله. طب الحمد لله. معايا طبعا ضيوف الكبار الاستاذ محمود صبري والاستاذ محمد القوسي. كنا بنتكلم يا فندم على نقطة مهمة جدا وان مشاكل الكرة المصرية والتخطيط لللونج بلان ان مفيش في الاتحاد المصري مفيش تخطيط حتى لمدة 10 سنين جاية، وده نتمنى يكون موجود ان في تخطيط للكرة المصرية بشكل عام لمدة 10 سنين ونبدا نشتغل على الكلام دوت. ايه راي حضرتك؟ اولا طبعا انا بحيي الاساتذه اللي موجودين يعني ومولادنا يعني لكن برضه ناس محترمين الحقيقه ويعني اعتقد انه الكره المصريه
محتاجه ان احنا يعني نخش العصر من ناحيه التخطيط العلمي يعني، وانه المجالس المنتخبه مش بالضروره ان هي تقوم بالعمل التنفيذي المتخصص. يعني لابد ان تكون هناك يعني رؤيه لاختيار خبرات محترفه في اللجان المختلفه تتميز بالخبره في المجال اللي هتشتغل فيه، سواء كان التخطيط او كان التحكيم او المنتخبات، نظام المسابقات، كل هذه الامور دلوقتي محتاجه الى ناس متخصصين وبيعملوا باجر. يعني مفيش حد دلوقتي في كل الاتحادات الدوليه والاتحادات القاريه والاتحادات الوطنيه، اللجان هي تدير، وهذه اللجان تتكون من خبراء على درايه وعلى علم في التخصص بتاعهم، بيتقاضوا مرتبات، لان هو بيشتغل فول تايم جوب، يعني هو بيشتغل بيجي دوام كامل وبيشتغل الصبح وبيشتغل بالليل. هي دي الشغلات الوحيده ان هو عنده لجنه بيديرها وعنده شغل بيديره فول تايم، ده شغله وبياخد عليه هو بيكلف وما بيخترعش، هو بيكلف من البورد بيقول له مزبوط. خد القضيه دي او خد الفايل ده او الملف ده واعمل لي فيه الدراسه واديني النتيجه، هو بيجمع الحاجات دي، هو بقى بياخد القرار كهيئه كجهه سياديه او جهه سياسيه، هو ده المجلس او هو ده البورد اللي بيكون منتخب. كلام حضرتك بتقوله مهم جدا، بس ليه ما بيطبقش في مصر؟ ما هي دي احنا يعني احنا بنمر بمشكله ساعات، الواحد بيتكلم عارفين الطريق كويس قوي، لكن ليه الواحد ما بياخدش الطريق دوت او ليه ما بننفذش؟ يعني هي دي المشكله. يعني الحقيقه انا مش عارف الكلام ده، طبعا هو في النهايه احنا دلوقتي في مرحله يعني غير طبيعيه، مرحله يعني الدوله هي اللي بتتدخل، وده تدخل حكومي بس مقنن من الفيفا، انه الحكومه هي اللي بتعين مجموعه. لا احنا بنتكلم بشكل عام كابتن عصام، على احنا بنتكلم ده مرحله انتقاليه ما فيش شك، في لجنه بتدير دلوقتي، لكن احنا بنتكلم عن لونج بلان، بنتكلم على اتحاد كوره وبنتكلم على لونج بلان. حضرتك بتتكلم كمان على جزء اداري وكمان الجزء الفني، زي ما قلت يمكن كان في تخطيط بالنسبه للاتحاد الالماني لمده 10 سنين او 20 سنه لقدام، نفسنا نشوف الكلام ده موجود في مصر ونبدا نشتغل بشكل علمي. هو يعني مفيش حاجه تقدر تمنعنا الا ان احنا يعني نقصر المده بتاعه الوضع اللي هو يعني استثنائي اللي موجود حاليا، ما نقعدش كل شويه نمد فيه علشان نرجع للشكل الطبيعي الديمقراطي العلمي السليم وتمشي المساله، انما كل شويه هنمد في الوضع الاستثنائي ما اعرفش بقى ده يعني لمصلحه مين يعني. لا ان شاء الله المده يعني الناس بتقوم اعتقد بشغل كويس، لكن طبعا دي امور ان شاء الله تتحل في الفتره اللي جايه، ونشوف ان شاء الله كورتنا واتحادنا على مستوى المطلوب وعلى المستوى الدولي ان شاء الله. كابتن عصام بنشكر حضرتك جدا جدا، شكرا ليك. يعني هي الفكره كابتن انك تشتغل على نظام واضح ومحدد، وزي ما قلت لحضرتك مفيش عندنا كرة قدم بدون اساس وبدون قاعده سليمه، وانا شايف ان الموضوع ده لابد ان يكون بالمشاركه، يعني اللي بيتحمل مسؤوليه فيه اتحاد الكوره من ناحيه والانديه من ناحيه تانية، بدليل انك انت لو بصيت لعمليه الاختيار في قطاعات الناشئين حاجات كارثيه، وده بيهدر مواهب كتير جدا على الكره المصريه. عمليه الاختبارات في مصر كلها تقريبا من وجهه نظر بتتم بشكل سيء جدا، الطريقه اللي بيتم اختيار بها اللاعبين في المراحل السنيه المختلفه لا يعني لا تفرز لنا مواهب على الاطلاق. يعني وحضرتك يمكن ما عرفش مريت بالتجارب دي ولا لا، يمكن حضرتك اشتغلت في مرحله سنيه اكبر، لكن كل اللي معروف اللي تحت في اختبارات الناشئين اللي بيروحوا يختبروا من 10 و11 و12 سنه بيخش 500 واحد ويروحوا يختبروا ازاي تعرف قدره لاعب 10 دقائق بين 20 واحد موجود ممكن يكون جاي لك موهبه. الجزئيه اللي حضرتك قلتها ودي المفروض كانت تعمل، وكان في اتفاق بين وزاره الشباب والرياضه وزاره التربيه والتعليم، وانا شايف ان الاساس في انك انت توصل للمواهب الرياضيه فتره كلها عبر وزاره التربيه والتعليم، لان كل الاطفال اللي عندك كل المصريين
اللي هم عيال صغيره دلوقتي اللي هيقودوا مصر مستقبلا دول موجودين في المدارس. فانت باستطاعتك انك تصل الى كل المواهب المصريه تقدر تطلع لاعب كره اليد وتلعب كره القدم وكره السله وكل حاجه. كان في دوري انا لعبت دوري اسمه كان دوري المدارس، كنا المدرسه بيبقى ليها فريق الكوره بيروح للاعب مدرسه كذا ويبدا الناس تتفرج. والعمليه دي تتم بشكل طبيعي وتلقائي بحيث ان انا لما اشوف حد قدامي اشاور ده مستقبله كويس جدا، ده ميسي في مصر. معقوله مصر ما فيهاش ميسي ولا رونالدو؟ 100 مليون كتير. ما فهمش يعني حضرتك يا استاذ محمود بتقول ان عمليه التخطيط وكمان مش هقول قله المواهب لكن السكاوتنج عندنا ضعيف جدا لدرجه ان احنا ما بنكتشفش المواهب من بدري. بالظبط، احنا ما عندناش قله مواهب، احنا عندنا سوء طريقه في اختيار المواهب او الوصول اليها. هيجي لك يا كابتن هاني من الصعيد او من الارياف الولد وجايب والده ووالدته وباعوا لحيلتهم عشان يوصلوا لك. شوف لي حجم المتاعب، معاناة طبعا. ما انا اريح حضرتك على حاجه، حجم المتاعب اللي بيواجهها عشان يوصل لك، عشان يدخل لك النادي نفسه، يتلقى السماسره ومستفيد الفرص وقاتل المواهب. يقول لك ادفع كذا عشان اعرف ادخلك، اصل هو هياخد فلان كذا. انا بوريك الوضع الحالي لان انا عشته مع اولياء امور. ما انا ده السوس اللي بينخر في جسد الكره المصريه. هنا بقى ايه؟ هنا المفروض انت كنادي بحجم مثلا النادي الاهلي لابد ان يكون بابك مفتوح للكل وتدي تعليمات للناس واقفه على البر، اي حد جاي يختبر يدخل ويختبر. ده بيحصل فهم. انا بكلمك، ما انا بقول لك يعني المفروض التنبيه حتى لو كان ما معهوش تذكره يدخل ياخد، يدخل من غير تذكره. ما دام جاي لك مثلا من الصعيد، من سينا، جاي لك من الدلتا، جاي لك من اي حد، انت لازم تدي فرصه. في بعض الناس بتواجه الناس دي وبتلاقي ايه تصرفات غريبه جدا، وانت تصطدم وتروح وتجي وتقابل. مواهب مصر مليانه مواهب، وانزل المناطق اللي انا بقول لك عليها دي، وانزل المناطق الشعبيه ودور وفتش، شوف انت موهبتك مين اللي قدمك، وشوف الناس اللي طلعت التانية جت ازاي. هتعرف انه سبحان الله اتحط لك حد كده وجهك. بالظبط، انا بكلمك اهو. فاحنا عاوزين ايه وليه لا يا فندم؟ حتى النادي الاهلي هو يروح يعمل اختبارات في الصعيد، وعلى فكره ده كان من مخطط. لا على فكره الاهلي بيعمل بيروح الاهلي كده، بيروح الصعيد وبيروح بحري وبيروح لغايه دلوقتي الاهلي بياخدها زي التجربه، بيوصل لغايه موجوده. خد التجربه دي والاهلي عامل اكاديميات في المحافظات. مظبوط. مثلا عندك فرصه، ده انت عندك فرصه، ده يعني عاوز اقول لما يقول لك في اي محافظه هنا اسيوط سوهاج يقول لك الاهلي جاي، يعني لو وديت فرقه الشباب للاهلي انا بقول له كنا بنروح نلعب واحنا طبعا. لما تودي حتى فرقه الشباب مطعمه وروح لعب ماتش هناك، انت من خلال اللعب ممكن تكتشف حد، ممكن تطلع لاعب، ممكن تطلع اثنين، ممكن تطلع ثلاثه، ده بيديك فرصه. فاللي انا عايز اقوله وزي ما قال الاستاذ محمد ان النظام الاداري الهرم كده. طيب انت حضرتك اسال قول لي عدد الممارسين المسجلين باتحاد الكره كام؟ لن يتعدوا ال 100 او 150 الف. من 100 مليون في دول اخرى، يعني يقول لك تونس مثلا اللي هي مش تونس اعتقد 14 مليون، عدد الممارسين مليون، اقل مننا. انت هنا ايه القاعده ضيقه جدا ضيقه خالص. مفيش، ما انا بقول لك اهو 100 مليون مفيش. انا بقول لك القاعده ايه. طيب هل هو الهدف كره القدم بس ولا الهدف مواهب اخرى؟ الهدف مواهب اخرى. انت ما إيه يعني ايه تطلق واحد؟ مصر لما عملت سمعه في على مستوى الاولمبياد عملتها بايه؟ عملتها بالانديه الشعبيه، الميداليات الذهبيه على مدار تاريخ مصر عملت في الانديه الشعبيه في اسكندريه الالعاب الفرديه. الالعاب الفرديه بالظبط. انت محتاج تسير يبقى عندك زي ايه مشروع قومي، مش كلام ومش كلام ورقه كتب، لا ناس متخصصه وناس تفهم، وعندنا ناس متخصصه وناس تعرف تعمل اللي عندها، ناس بتحب البلد وتقدر تعمل شغل. انت محتاج ايه؟ اذا عملت السيستم ده وجبت اتحاد كوره بالانتخاب اللي هيجي بعد سنه، بعد شهرين، بعد اربعه، بعد خمسه، لازم يقول لنا قبل ما يجي والله يا جماعه انا برنامجي اللي انا هنفذه وهتيجي تحاسب. خلاص بقى ما فيش زمن، بقى ما فيش حد يحاسب، المفروض يبقى في زمن الحساب دلوقتي. على فكره هعمل واحد اثنين، احنا مش عاوزين منك غير واحد واثنين، مش عاوز منك ثلاثه، بلاش عشان ما نضحكش على بعض. انت لو عملت واحد واثنين يبقى برافو عليك، لو عملت لي قاعده ووسعت واهتميت بالناشئين يبقى خلاص. لو عملت لي وديعه حضرتك اديك مدرب، تقدر تقول لو انت طلبت السيره الذاتيه لبعض المدربين المصريين اتحاد الكوره عنده مستند يديك هاج، لو انت جاي من دوله بره ولا عاوز مدرب مصري يدرب منتخب في افريقيا عندك سي في. ده جزء على جزء مهم، ده جزء جدا. انت ما بقول لك يعني في حاجات، لا في تفرعات. وعلى فكره احنا بنتكلم كل ده تحت بند كبير اللي هو مشاكل الكوره المصريه. احنا اتكلمنا على التخطيط وكلمنا على القطاع الناشئين اذا كان مسؤوليه انديه او اتحاد،
طب نيجي لنقطة تانية، احنا التسويق على سبيل المثال، احنا بنشوف عملية التسويق انك تسوق للدوري بتاعك، انك تجيب ما انت عشان تسوق للدوري بتاعك لازم يكون عندك دوري قوي، دوري منتظم، لعيبة اجانب على مستوى عالي، بتتكلم على اخراج تلفزيوني بشكل جيد، بتتكلم على بنيه اساسيه، من البنيه الاساسيه، البنيه الاساسيه بتكلم على ملاعب وادوات، فكل ده يعني اعتقد في اجزاء كتيره دي موجوده. يعني عندنا بنيه اساسيه، عندنا يعني وزاره الشباب والدوله عامله استعداد على اعلى مستوى، فده جزء. عمليه التسويق عندنا لسه فيها مشكله شويه، لسه لسه يعني لسة. عمليه البث التلفزيوني والإرادة اللي بيتوزع ده برضو لسه عندنا في مشكلة في ملف برضو الجزئية دي. الجزء الثالث اللي انتوا اتكلمت حضراتكم فيه كمان المدرب، ده بالنسبة للمشاكل الفنية، ده من العناصر المهمة جدا. المدرب زي المعلم اللي في المدرسة، ما لم يكن عندك معلم على مستوى عالي جدا يقدر يوصل المعلومة ويطلع طلاب موازين، عمر ما يكون عندك في مستقبل دكاترة ومهندسين والحاجات دي كلها. المدرب هو الأساس في الاختيار. احنا عندنا يعني حاجة كارثية في عملية ان ده يبقى اسمه مدرب. من الجهة المانحة ليك لقب مدرب؟ ايه الشهادات اللي حضرتك خدتها لقب مدرب؟ حضرتك بتكلم بتعتبر النموذج الالماني نموذجا محترما، وحضرتك خدت الدورات التدريبية هناك، اعتقد شفت الصعوبات اللي ممكن تواجهها لغاية ما تعتمد رسميا كمدرب، وما تقدرش تمسك ولا تدرب الا لو كانت عندك شهادة معينة برقم معين. اللي عندنا هنا الدورات الاي والبي والسي وكل الحروف الابجدية اللي موجودة دي، انا من وجهه نظري يعني لازم النظر فيها مره ثانيه، يعاد النظر فيها مره ثانيه، يعاد اولا فيها يعني لو هنبقى الصراحة جدا فيها مجاملات كتيره جدا، فيها يعني الواحد مش عايز يقول يتكلم يعني، لان فيها حاجات الحقيقه يعني لا يصح ان تقال، لان بنشوف كتير جدا ان مجرد واحد بياخد شهاده، ده في ناس ما بتروحش وبتاخد الشهاده طبعا، فانت بتاخد شهاده وبيعتمد مدرب، وفي مدربين في الدوري الممتاز خدوه. دي مشاكل على مستوى الفني. ما انت عشان تعد، فانت لابد كاتحاد كوره يكون عندك خطه لاعداد المدرب، ويكون عندك خطه صارمه جدا 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 10 على 10، ان المدرب اللي يخرج منه زي مكتب التنسيق كده، اللي هياخد بتوع الطب اللي مش جايب 99% مش هيخش باب كليه الطب. المدرب ما يجيبش 99% ما يخشش المجال التدريبي، مش كل من هبه ده بيبقى مدرب. حضرتك عارف ان زين الدين زيدان قبل يعني كان هيرشحوه طبعا للفريق الاول، اشتغل فين؟ اشتغل الاول عشان معوش اللايسنس ديت، جابها منين؟ جابها من قطاع الناشئين، مسك الفريق مسك الفريق الثاني لريال مدريد لمده سنه، مع لازم يكون حصوله على الويفا، على الويفا زين الدين زيدان. فهي العمليه هناك طبعا عمليه منظمه، خلينا نتكلم هي عمليه نظام، عمليه ترتيب اوراق وعمليه نظام. طيب اخد رايك استاذ محمود، ان شاء الله باذن الله قريب نتمنى كلنا عودة الجماهير للكرة المصرية. انت شايف ازاي نبدأ تطوير بقى؟ يعني احنا عرفنا بعض المشاكل ولسه في مشاكل هنتكلم عليها وملفات تانية، ايه بقى اللي تقترحه انك عشان نبدأ نحط رجلنا على الطريق الصحيح لتطوير الكرة المصرية؟ انت يعني الكره المصريه ده حاجه كبيره خلينا حاجه على يعني حضرتك عايز تتكلم مثلا على مستوى التسويق، ممكن تقول لنا افكار، عايز تتكلم على مستوى الحضور الجماهيري وازاي يتنظم، على فكرة ده حاجه يا كابتن. انت دلوقتي الدوله قدمت لك وزاره الشباب والرياضه بامانه شديده بنيه تحتيه 10 على 10، ما قدامكش حل طبعا بامانه. التسويق ده ليه ناس متخصصه فيه، المفروض تجيب ناس بقى تقول لي هعمل ايه، هتديني هتطول تبقى لجنه داخل الاتحاد. طبعا الاتحاد المصري لجنه هتطول. التسويق وانت طبعًا. عندك في داخل الانديه كل نادي عنده لجنه تسويق اللي هي بتقدر كمان تدير. استاذ محمود ده احنا عندنا المشاكل في الانديه ان من ضمن معظم الانديه اللي كانت مش عايزه الدوري يرجع كانت بتقول لك لا انا معيش فلوس. لا ما هو ده كمانش يرجع عشان كان عاوز فلوس يعني هو كان بيعمل كده، فانت تقول له ايه طب خد دول، هيقول لك خلاص انا بقى ان الانديه كمان معاش فلوس. بس عاوز اقول حاجه، هو معذور والظروف صعبه والدنيا ومرتباته بتاع، كان محتاج انه يشوف لما رجع الدوري اختفى الكلام ولا ما اختفاش، ولا كان فعلا احنا ولما عارف لما تكمل الثلاث اربع خمس مباريات لقدام هتشوف رد الفعل ايه لما المساله تمشي. وبص هي الظروف صعبه على الكل في البلد، مش في البلد بس، ده على مستوى العالم، واحنا جزء يعني عاوزين ايه ايه الهدف انك انت قعدنا ساكتين، لكن لما رجعت الحياه وجهه نظر اختلفت ولا ما اختلفتش؟ اكيد هيبقى خلاص دلوقتي
عندك الانديه هتتكلم بلغه مختلفه. ولاحظ حاجه انه حتى مع الظروف دي بدات الانديه تفكر في قطاعات ناشئينها. يعني ايه؟ بدل ما انا بشتري لعيب دلوقتي في ظل الاسعار، يعني المفروض اسعار اللاعبين في مصر تبدا ايه؟ تنكسر. لا تنكسر بعد المبالغ الضخمه دي، يبقى في اوروبا بدا حتى رغم الكلام اللي احنا بنسمعه يعني رفع، لكن برضه الوضع هيبقى ايه؟ مختلف شويه. تطور بنيه تحتيه عندك جاهزه. نتكلم بقى على الجمهور. اذا كنا بنفكر الرهان الحقيقي هو عوده الجمهور يا كابتن. وعوده الجمهور انت بدات بفكره في كاس امم افريقيا 2016 الفان اي دي، وخدتها كملت بيها في كاس الامم 23 والمساله نجحت. طبقها في الانديه، طبقها في الانديه حتى لو هتبدا تدريجيا. يعني يا جماعه ما ينفعش احنا ايه داخلين النهارده في 8 سنين اعتقد بدون جمهور. صحيح. احنا سبقنا العالم، فكرنا صحيح. تفكير بعيد. لازم تبدا ترجع الفان اي دي وتعملها لجماهير الانديه مع حملات التوعيه، انك يا جماعه دي رياضه ملهاش علاقه باي حاجه تاني انت داخل. وترجع، عاوز ارجعك لحاجه بعد الحادثه المشؤومه بتاعه 2012 بتاعه بورسعيد. عارف النيابه العامه عملوا نفس الكلام، عملت 11 شرط عشان تريح نفسك. انت محتاج حاجه وانت راجل لعبت في الدوري الالماني وبيعمل لك لقطه كده، روح جايب لك اي حد خرج على ايه؟ على النصر. راجل رمى الموزه اتجاب من وسط ايه؟ ال 80,000 حقيقي. خلاص محتاج انت بقى الشغل ده، محتاج انت ايه؟ تنقل النقله بقى دي، انك انت ايه؟ ال- 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 اللي انا قريته وشفته انك انت عندك المدرج 500 مقعد، البايكه الواحده كده 500 مقعد، بيبقى لها امن. يعني مثلا ليها امن كل بلوك بيبقى كل بلوك السكيورتي بتاعه لثلاثه او اثنين. الثلاثه والاثنين دول حافظين ال 500 اللي بيقعدوا. يعني عارف ايه؟ بتاخد تذكرتك رايح لمقعدك يا كابتن هاني، مش رايح لمقعد الثاني، مش مقعد حد. لازم الكلام ده ينتهي، ليك مقعد تقعد عليه خلاص، مش تروح تلاقي حد مش موجود. استاذ محمود كمان يعني باخد من كلامك ان موضوع التذكره دوت، انت ناسي ان الموضوع التذاكر دوت اصلا المفروض يكون دخل كبير جدا للانديه. طبعا. انت الانديه بره بتعمل ايه؟ الانديه بره عندها الماركتنج ده وباو التسويق. انت قبل بدايه الموسم في حاجه اسمها الدور كارد، ده بالالماني او الكارت المستديم، ده بيعرض تيكت سيزون بالظبط. يعني. تيكت سيزون. ده ان شاء الله بعد عوده الجماهير ده دخل كبير جدا جدا للانديه. انت بتتكلم ان لو نزل ده في النادي الاهلي، لو الاهلي بدا الكلام ده على فكره بدا فيها، بس المشكله بعد كورونا. لكن لو هنبدا على المستويات، وانا بتكلم برضه استاذ محمد وخد من كلامي نقطه نتكلم بيها على ازمه التسويق وازمه الفلوس في الانديه الشعبيه. انت بتتكلم دايما يعني في ازمه، النادي المصري كان بيمر بازمه وما زال، نادي الاسماعيلي عنده مشاكل ازمات. طب فين الموارد وفين الخطط اللي بيحطها الانديه عشان بنتكلم المشاكل دي من زمان؟ طب ليه ما فيش حلول حتى على مستوى الانديه الشعبيه؟ الانديه الشعبيه رصيدها الاساسي وجزء كبير جدا من موارد دخلها هو جمهورها الشعبي في المباريات. يعني لما بنتكلم على النادي، خلينا في الانديه زي اسوان، الاتحاد، طنطا، المصري، الاسماعيلي، اسكندريه، فدول كل اللي ملعبه يعني طبعا باستثناء الاهلي والزمالك طبعا اللي هم قمه الشعبيه في مصر. يعني فدول المورد والدخل الاساسي بيهم تذاكر المباريات اللي هتجي لهم بشكل كبير جدا. اللي هتجي لهم طبعا بالاضافه للرعايه والبث اوكي، بس جمهورك لما يبقى معاك موجود كل اسبوع ولا كل اسبوعين معاك 30,000 مشجع موجودين معاك، اولا ده بجانب الضخ المالي الكبير جدا ليك، بيعمل يعني اثراء للمسابقه نفسها وتقويه وتحفيز للاعبين، بيزود مزبوط. المسابقه بيزود اعلاناتها، بيزود قيمتها، بيزود قدراتها بشكل كبير جدا. فده مهم جدا طبعا. فملف عوده الجماهير ده ملف اساسي جدا، لابد ان طبعا الانديه عندها رغبه في كده والدوله يعني جاهزه لكده. احنا بنامل ونطمح في ان الجماهير تعود، لان طول ما المدرجات فاضيه، يمكن شفنا مع ازمه كورونا اللي هي ازمه اضطراريه وصحيه في العالم، ان في انديه في اوروبا كانت متحفظه كتير جدا انها تنزل تلعب من غير جمهور، وكانوا رافضين، ومفقدينهم برشلونه وريال مدريد كانوا رافضين بشده انهم يلعبوا من غير الجمهور بتاعهم. لكن طبعا حفاظا على صحه الناس اللي هي صحه الانسان مقدمه على حاجات كتير جدا، قال لك ان الجمهور ما يجيش دلوقتي، وان كان في بعض الدول ومنها المانيا تحديدا اللي بدات تفكر في عوده تدريجيه للجمهور. فمهم جدا ان يكون الجمهور جزء من المنظومه الكرويه، لازم يرجع ولازم يرجع بشكل قوي جدا.
استاذ محمود لما بيقول لك المده اللي موجوده دي مرتبطه بقانون الشغب او قانون الجمهور في المدرجات، القانون اللي يامن سلامه الجمهور ويامن المنشات ويامن اللعيبه ويامن الفرق من الجمهور نفسه ويامن الجمهور من الجمهور نفسه. فاذا كان عندك قانون قوي ومطبق اعتقد انك هتضمن سلامه كل الاطراف، وبالتالي تقدر ترجع وانت مستريح وانت مستقر، وده هيعمل ضخ مالي كبير في المسابقه، بيعمل اسراء، بيزود من قيمتك، بيزود من تسويقك، بيحطك في حته تانية خالص. احنا يعني بنتفرج على يعني زي مسارح صامته، ممثل بضلع بيمثل. طبعا. اعتقد ان مفيش اي حاجه بالنسبه له يعني الكره للجماهير زي ما بيقولوا، وعنصر زي ما بتكلم حضرتك بتتكلم في نقطه مهمه جدا، ان مش بس عنصر الجماهير، هو عنصر طبعا تشجيع وعنصر بيدي لشكل مسابقه شكل كبير جدا جدا. بنشوف الدوري الالماني نسبه الحضور بتوصل لكل مباراه بتوصل لملايين، نسبه الحضور كذلك في الدوري الانجليزي. لكن انا كمان بتكلم ان نسبه من الدخل واللي بيعتمد عليه الانديه بره هو الحضور الجماهيري والفلوس اللي داخله، ده شيء مؤكد. تنظيم بقى المسابقه، ما احنا بنتكلم في المشاكل وعايزين نحل. تنظيم المسابقه نفسه اكيد ليه كمان دور، ان يبقى انت عندك دوري قوي وطالما ده البدايه والنهايه بدايه، ما طبيعي ان نفسنا يبقى في بدايه للدوري ونهايه للدوري. في مشاكل في مشاكل. ايه من راي يعني وجهه نظر حضراتكم ايه بالظبط، ازاي نظبط عمليه ان في يكون انتظام لمسابقه الدوري العام؟ رقم واحد ان يكون عندك رابطه الانديه اللي هي هتدير المسابقه اساسا، دي مش موجوده، دي لازم يعني احنا طول بقالنا دلوقتي 6-7 سنين بنتكلم في الملف ده ودارين بنلف فيها. رابطه الانديه المحترفه. رابطه الانديه المحترفه وبنلف فيها، وكل ما يجي اتحاد يعدنا بتطبيقها. يعني المهندس انا بريده لما جه في دورته السابقه قبل الاقاله او الاستقاله الاخيره كانوا اهدافهم الاساسي انشاء رابطه الانديه. اللي جايين برضو بيقولوا كده وبيكلمونا عن كده وبيكلموا عن كده. اللجنه الخماسيه اللي بتدير دلوقتي بتتكلم في رابطه الانديه وتشكيلها ودورات، دي مهمه جدا علشان تدير المسابقه، تدير المسابقه لمصلحه مصر ومصلحه الانديه، وده مهم جدا يعني. صحيح يا استاذ محمود، مصلحه الانديه. خلي بال حضرتك الفكره دي احنا بنتكلم فيها زي ما قال الاستاذ محمد لينا 7-8 سنين وبنحلم بيها ولسه ما تمش، لانه طبعا نقطه فاصله مفصليه بالنسبه لاتحاد الكوره. لما تتاخد منه مسابقه الدوري خلاص هيبقى اتحاد الكوره قاصر على بطوله الكاس واداره المنتخبات خلاص. في ناس مش عايزه لانه دي الكعكه، تخطيط التخطيط الشامل بقى تكوين اللجنه دي، تكوين الرابطه دي هي الخطوه الاولى. الخطوة الأولى واختيار المجلس بتاعها، يعني تقول لي هجيب من الأندية كذا، لا ده انت تجيب ناس ليها شروط معينة. طبعا انا اقول لحضرتك لازم تجيب ناس، الناس دي هتاخد رواتب، الناس دي مسؤولة، هسلمك مسابقة تديرها لي خلاص. طبعا هيبقى ليها عناصر مكتملة، نجاح الاختيار اولا الاشخاص، الناس عندهم خبرة، لهم خبرة بالرياضة، لهم خبرة بالكورة، لهم خبرة بالتنظيم، عاوز اتدار ناس، عاوز يعني مش عاوز اقول عاوزين شباب وخبرة، يعني ايه تدمج بين الاثنين، دي حاجة. الحاجة التانية انك انت في الحالة دي بتحدد شروط وبتحدد النسب، الاندية شكلها ايه. صحيح. عشان الامور ما يبقاش فيها ايه ليه فلان اكبر من فلان وليه فلان اقل من فلان، وندخل بقى في مشاكل اللي انت عارفها والكلام دي لوائح ما يحطها منازل يعني في الدوري الانجليزي وانت مغمض بتعرفها ما فيهاش. ما انا بقول لك انت عاوز تحط، انت عاوز تحط يعني انت وانت مغمض عينيك كان بينتهي الدوري الانجليزي والالماني تبقى عارف الموسم الجديد بدا. يعني انت ايه صحيح. دلوقتي هل تقدر النهارده انت ادينا احنا في الموسم اللي ما انتهاش لسه قدامنا 15 و16 اسبوع، المفروض الاتحاد الكوره يعمل ايه اللي موجود؟ يقول لك الدوري الموسم الجديد هيبدا هينتهي الحالي يوم مثلا 1 نوفمبر او 30 اكتوبر، هيبدا الموسم الجديد ب 15، ويا جماعه الجدول 1 2 3 4 5 6 7. يعني عاوز اقول لك ايه، هو كل اللي حضراتكم بتتكلموا فيه ده تحت اطار واحد، احنا اتكلمنا يعني في حاجات كتيره جدا لكن كل ده تحت اطار التخطيط. طبعا. ومن بند التخطيط دوت انا على المستوى الشخصي سعيد جدا جدا بالخطوه اللي عملها النادي الاهلي. النادي الاهلي بدا يخطط لمستقبل ولاده، بدا يخطط لقطاع الناشئين بشكل كبير جدا، بدأ كمان يستعين، وده مش عيب ان احنا نستعين بخبرات سبقتنا في المجال دوت، والمدرب التشيكي عندنا دلوقتي مدير فني لقطاع الناشئين للنادي الاهلي. ده شيء ايجابي جدا. حضراتكم شايفين النقطه ديت شايفينها ازاي؟ يعني بالنسبه للنقطه دي طبعا الاهلي ليس المره الاولى اللي استعان في خبير اجنبي لقطاع الناشئين، قبل كده كان في تجربه مستر كروفر، تجربه عبقريه وتجربه كبيره جدا واثمرت كتير جدا.
استفاد منها النادي الاهلي لاعبين ومدربين في نفس الوقت. يعني من ابرز المدربين الكابتن بدر رجب، واحد من اللي تلمذه على يد كوفر وموجود دلوقتي في الامارات، ليه سمعه كبيره جدا يعني. فالاهلي اشتغل على ده لفتره وقدر يطلع مجموعه من اللاعبين، وبعد كده بدا يشتغل بشكل معين. كون الاهلي يرجع ويعيد التجربه ثانيه، ده دليل على اهتمام الاهلي بالقاعده اللي احنا عمالين نتكلم عليها بقالنا سنين. ليه؟ لان بقالنا سنين طويله جدا ما شفناش ناشئين طلعوا. طب ايه المشكله يا جماعه؟ المشكله 1 2 3، المشكله في التدريب. طب نجيب خبير، هذا الخبير ممكن يخطط ويضع خطط طويله الاجل. يعني انا بتخيل ان هذا الخبير يضع خطه في النادي الاهلي لمده 10 سنين مثلا على الاقل القادمه، واتوقع خلال ال 10 سنين دي اطلع لكم مثلا 100 لاعب وعلى مواهب على حاجات كتيره جدا، بيدير القطاع بشكل قوي وشكل مميز. فاعتقد ان دي خطوه مهمه جدا بيعملها النادي الاهلي، وان شاء الله يعني تكون ثمارها مفيده للنادي الاهلي والكره المصريه. هو الهدف واضح، ويمكن دي كانت بعد ما كروفر خد فتره في الاهلي وقدم حوالي 4 سنين وقدم مجموعه من اللاعبين المميزين جدا، ويمكن حتى الشرايط اللي اتعملت وقتها على قطاع الناشئين الاهلي. الاهلي كان مسؤولين في الاهلي كان في جوله في انجلترا وفي مانشستر يونايتد بالذات، واتفاجئوا بانه الشرايط اللي عاملها كروفر هناك يعني عاملينها وبيدوها للمدربين بتوعهم، طريقه تدريبه ولعبه واكتشاف مواهب وازاي بيدرب الناس. يعني الراجل هنا قدم حاجه وعملها، وده طبعا كان من اختيار الراحل الكابتن صالح سليم في بدايه الالفيه، هو اللي جابه من الامارات. النهارده الخطوه المهمه دي اللي عملها مجلس اداره، ويمكن دي برؤيه الكابتن محمود، في ظل ارتفاع اسعار اللعيبه اللي انت بتجيبها والمستقبل قدامك، دي نظره مهمه جدا للمستقبل، وانك انت تجيب حد عنده خبرات من خلال السفير اللي يعني منشور على الراجل قدم شغل كبير جدا، فده هدف مميز جدا، لانك انت يبقى عندك انتاج من عندك. خلاص انت عاوز تقدم بقى اولادك، فهو تقدم وتبحث وتدور، واعتقد انه خطوه وتجربه مهمه جدا، اتمنى لها النجاح. هدفها مهم للاهلي، مش هيبقى النهارده، هيبقى 2-3-4 ده هو الهدف المرجو من الاستعانه. اتمنى التوفيق انه الراجل يقدم حاجه ملموسه، نشوف يعني مواهب، نشوف تغيير حتى طرق اللعب، ويبقى اكيد في ربط ما بين الاداره الفنيه فوق والاداره تحت، يبقى في تنسيق بين الاثنين، ما يبقاش كل واحد شغال في ده. من العوامل الاساسيه طبعا، يعني المديرين الفنيين لازم يكونوا على علاقه، لانه ده مهم جدا. لكن انا اقول لك ايه، هبعت لك حد خد شوفه، هبعت لك خد الحته دي. طب انا عندي مشكله، وانت عارف وحضرتك يعني كنجم كبير في اوروبا، انه المدير الفني لاي نادي في اوروبا بيبقى مهمته، انا عاوز باك رايت بعد 3 سنين، انا عاوز راس حربه بعد 2 سنين، انا عاوز باك ليفت. يعني ايه؟ في تخطيط، ما بفكرش في تخطيط طبعا في تخطيط. فانت بتبدا تدور وتفتش يعني، ودي مهمه 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 جدا بالنسبه. طبعا حضرتك قلت نقطه مهمه، وكمان نوضحها للساده المشاهدين، ان مهمه المدير الفني لقطاع الناشئين هو مش ان هو كمان يكتشف ناشئين او لعيبه او يطور اداء اللاعب، لا، ده كمان بيطور اداء المدرب. لان زي ما اتكلمنا، والنقطه اللي حضرتك قلتها مهمه جدا، ان للاسف برضو المدربين لقطاعات الناشئين لسه ما عندهمش الخبره او ما عندهمش الشهادات العلميه، فمهم جدا انك كمان بتطور اداء المدرب، لان المدرب هو اللي هيكون مع الولد في الملعب، لانه مش هينزل يدرب كل اللعيبه. يعني هو بيحط خطط واضحه جدا لكل مدرب، بيطور اداء المدرب من خلال محاضرات، من خلال محاضرات ديت نظريه وعمليه. ونقطه كمان مهمه قوي الناس لازم تعرفها، انه بيكون في حلقه وصل مع الفريق الاول. اولا انت بتلعب بطريقه ايه؟ انت بتلعب الاهلي في الغالب 4-2-3-1، الطريقه ديت لازم كل الفرق تلعب طبعاً بنفس الطريقه. طبعا طبعا، ودي مهمه، سيستم واحد، سيستم واحد بالاتفاق مع المدير الفني. فدي رؤيه فنيه مستقبليه للنادي. نقطه حضرتك مهمه جدا بتتكلم فيها، ان انا بدل ما اصرف 50-60 مليون واجيب 2-3 لعيبه، انا لو حطيت 20 مليون بس او 30 مليون للقطاع، انا هشتغل وهطلع لعيبه تانية من ولادي. انا طلع واستثمر دي نقطه، خلي بالك نقطه يعني. نقطه مهمه جدا من في الموضوع ده، ودي حاجه كانت ناقصه ومحتاجه ان هي تتكمل في الاهلي. يعني ايه البصه والاستعانه؟ بكره انا عاوز يعني الاختيار، يعني اتمنى ان شاء الله يعني يكون اختيار موفق، والراجل من خلال الكلام المكتوب عنه اتمنى ان شاء الله يكون اضافه وشغل. حضرتك النقطه ازاي، يمكن انا عاوز اقول لك على حاجه، ان انا دخلت في مشكله مع مستر مانويل بسبب الموضوع ده، ان انا مع مستر مانويل جوزيه كنت يعني تناولت الموضوع ده، وقلت مدرب بحجم مانويل جوزيه وجوده في الاهلي مش قاصر على انه يقود الفريق الاول للبطولات،
فرصة كبيرة جدا ان اولاد الاهلي يتعلموا منه، يعني يبقى عنده على الاقل شهريا ولو محاضرة يتقابل مجموعة من المدربين يتم اختيارهم بعناية، الراجل يقول لهم بنعمل ايه، يعني بنشتغل ويعني يتعلموا منه. يعني الموضوع يعني وقتها حتى عمل أزمة والناس ما فهمتش الهدف، لانه وقتها انك انت ما يبقى عندك حد جامد زي كده وجي عندك موجود وعمل النقلة الكبيرة دي، انت المفروض كان بحجم شعبيته والارتباط بدليل انه كابتن طارق العشري جه خد فتره معايشه معاه في النادي الاهلي عشان يتعلم عشان يتعلم. وقتها كان المفروض اولادنا يكونوا حريصين جدا اللي موجودين، او اداره النادي وقتها يمكن ما خدتش بالها او الظروف او الجو، كان المفروض انه ايه يتقدم 3 4 على الاقل يبقوا مع الراجل بصفه مستمره، ازاي ايه استفيد، ازاي اتعلم، ازاي اقعد، ازاي اروح، طب كابتن وصل بفكره عمل ايه، طب انا ايه لما اقعد معاك وقرب منك واسمع منك ورايح جاي معاك واخدني معاك في الملعب نازل ببص عليك بتسجل ايه بتلاحظ ايه بتجيب تنصح اللاعب، كل ده بيبقى بالتعليم. فاعتقد انه خطوه مهمه ربطها مع الفريق الاول مهم. هيبقى لها مردود قوي اختيار العناصر من مدربين ناشئين، يعني برضو مع نفس السير في اختيار ده لازم يبقى عندك انت كاهلي لازم تدور ما بين ولادك كمدربين اللي تقول دول انا اخترت 5 6 باهلهم مستقبلا انهم يبقوا اولاد النادي بكره وبعده يبقوا يدخلوا فريق اول ويبقى الناس تتعلم، ولا واصل ان انا اصفر ولا إدارة واصل ان انا اطور. اداره اكتشاف المواهب كابتن فتحي مبروك مهتم بيها، دي الاداره اللي بتبص كمان بره في بالنسبه للاختبارات وبره النادي موجود ايه اللي هو السكاوتنج مهم جدا. انك كمان برضو يا استاذ محمد ان ما الاختصار السكاوتنج جوه مصر دوت اعتقد انه برضو محدود شويه. السكاوتنج او اكتشاف المواهب لازم تكون خارج النطاق شويه، يبقى مثلا على المستوى العربي شمال افريقيا عندها لعيبه مميزه جدا، ليه انك ما تروحش تبص على لعيبه صغيره في المغرب والجزائر. تمام. الجزء الاكبر كمان انت عندك بطولات افريقيه لقطاعات زي منتخب الشباب ومنتخبات الناشئين، الولد عنده 17 سنه، انت لازم كمان يكون عندك سكاوتنج عين تبص الولد الافريقي اللي بيلعب ده بيلعب منتخب من نيجيريا تحت 17، العين اللي تبص تقول لك ده هيبقى لعيب كويس، دلوقتي بتجيبه ب $50,000 استنى عليه السنه اللي جايه لعب منتخب نيجيريا كبير بقى ب 5 و6 مليون دولار. طبعا. فعمليه انك توسع قطر السكاوتنج بتاعك ده كمان شيء مهم. طبعا لجنه الاختيار المواهب او لجنه المواهب في النادي الاهلي ودي لجنه فريده من نوعها، وانا بعتبرها واحده من اللجان المهمه جدا اللي هي بتحل محل الكشاف القديم اللي كان بيلف في الشوارع ويكتشف عبد البقال عليه رحمة الله وكل الكشافين اللي اكتشفوا نجوم عظام واكتشفوا مواهب وجابوهم من الشارع ومن المدرسة. فلجنة المواهب دي باسمها الحديث هي الكشافة بتاعت النادي الأهلي، هي عين النادي الأهلي، المفروض تبقى عين النادي الأهلي في أندية الدوري الممتاز، عين النادي الأهلي في الدرجة الثانية والثالثة والرابعة في مراكز الشباب، وعين النادي الأهلي في المدارس، واروح واتعب والف، انا ما انتظرش الموهبة، انا اروح للموهبة، انا ادور على الموهبة في اسوان وبدور عليها في مطروح، وزي ما حضرتك قلت ادور عليها بره مصر. يبقى في توزيع، وانا شايف ان في توزيع في رقعة في عدد اللي موجودين في اللجنة في المرة دي، وده هيتيح توزيع مهام، يعني ممكن ناس تشتغل جوه وناس تشتغل بره وناس تسافر تروح تحضر دوريات الناس ناشئين هناك وتدور وتقعد اسبوع و10 ايام وشهر مثلا في دولة افريقية مميزة بموهبة، واجيب لاعب زي ما بتقول كده اجيبه ب $20,000 اللي انا هبيعه مستقبلا ب 10 مليون و 15 مليون. صحيح. فدور اللجنه دي مهمه جدا، هذه اللجنه الكشافه دي عين النادي الاهلي لجلب مواهب، ودي مهمه جدا. هي منظومه كلها بتشتغل، لجنه المواهب بتشتغل، قطاع الناشئين بيشتغل، الاكاديميه بيشتغل، كيف يعمل منظومة. كل هذا وكل ده موجود وكل الزخم ده موجود ومش شايفين مواهب، مش شايفين محمد صلاح جديد، مش شايفين محمود الخطيب جديد، مش شايفين طارق بوزيد جديد، مش شايفين عماد متعب، مش شايفين حسام حسن، مش شايفين هاني رمزي، الناس دي فين؟ عايزين بدايل للنادي كلها، المفروض اجيال بتسلم اجيال، وده مش هيجي الا بالشغل الصح اللي حضرتك بتقول عليه. والنادي الاهلي دايما معاودنا على النجوم، وان شاء الله يعني تكون بدايه طيبه جدا جدا في قطاع الناشئين ان احنا نشوف ولاد النادي ان شاء الله في اقرب فرصه موجودين في الفريق الاول ومنتخب مصر ان شاء الله. ملفنا لسه ما خلصش، يعني احنا ان شاء الله على على وعد ان شاء الله نكمل الملف بتاعنا، وازاي نطور ادائنا وازاي نطور الكره المصريه ونبعد عن المشاكل. شرفتونا نورتونا، وان شاء الله دايما على لقاء باذن الله في بيتكم البيت الكبير. استاذ محمود بشكرك شكرا جزيلا، استاذ محمد بشكرك شكرا جزيلا. الفقره الثانيه خلصت، الفقره اللي جايه ان شاء الله انتظرونا مع سهام وواحد من اساطير الكره المصريه، ومعاه كمان ابن معانا الكابتن ربيع ياسين وعمر ربيع ياسين بعد الفصل.